جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المملكة الأردنية الهاشمية. الصوت المستمع خليفة صابر محمد بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما من جمهورية مصر العربية وأعمل في الأردن لفترة محددة، وقبل أن أسافر للأردن وأنا موجود في بلد مصر أقدمت على خطبة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ثم قرأنا الفاتحة وأحضرت لها ذهب شبكة ومبلغ 1500 جنيه مصري وزايد أغراض أخرى ب 500 جنيه، يعني المجموع 2000 جنيه مصري. وبعد أن لبستها الذهب وفي هذه الحالة صارت خطيبتي ولم يتم العقد، أعني عقد الزواج، يعني العملية قراءة فاتحة وخطوبة فقط. وبعد شهر من خطوبتي إليها وجدت لعدة أسباب أنها لا تصلح زوجة لي، فقمت بمصارحة أهلها بذلك، فكان الرد منهم أن أترك إليهم كل شيء طالما أن الرفض من جانبي. فما رأيكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. هل الذهب وجميع ما صرفت من حقهم أم من حقي أنا؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية خصومة بين طرفين مردها إلى المحكمة الشرعية، ولكن من المعروف عند أهل العلم أنه إذا كان الأمر مجرد خطبة ولم يحصل عقد، فإنه إذا تنازل عن الزواج بها يسترجع كل ما دفعه إليها. أما إذا كان قد تم العقد بينهما وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف ما دفع إليها، وإذا دخل بها وخلا بها وتمكن منها فإنه يتقرر لها المهر كاملا بدخوله بها. والحاصل أن هذه مسألة قضائية ترجع إلى المحاكم الشرعية. نعم. غالبا ما يكون هناك الخلوة لكن الدخول قد يؤجل. شفاء هل من تولي يحفظكم الله؟ الخلوة لا تكفي، لا بد من الدخول أو الوطأ عند كثير من أهل العلم، لا بد من الوطأ أيضا. المسألة فيها خلاف قوي. نعم. فمجرد الخلوة المعتادة بعد العقد هذه لا تكفي لتقرر كل المهر، أما الخلوة قبل العقد فإنها محرمة، لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له. نعم.